هل هناك أحد يا شيخ رأى الله جل جلاله أو النبي أو النار أو الجنة؟ والله أما الله جل وعلا فلم أسأل في الغالب عن أنه رأى الله جل وعلا، إلا أحيانا الشيطان عليه من الله جل وعلا ما يستحق، نعوذ بالله من شره ووسوسته، أحيانا يخيل الإنسان أنه الله جل وعلا ليغري ويضل، وهذا يحصل كما ذكره ابن الجوزي في تلبيس إبليس وغيره، أحيانا يحاول أن يوهم بعض الصالحين. وأذكر قصة حصلت أن أحد الإخوان في إحدى البلاد العربية لما قاموا وجدوا أن ولده مذبوح، اتصل على الشرطة وجاءت الشرطة فوجد الرجل نائم. قال هو وش القصة؟ قال يا أخي جاءني الله جل وعلا في المنام وقال اذبح ابنك. يقول فقمت وذبحته مثل ما فعل إبراهيم بإسماعيل، أنا أفعل بولدي. فهذا إيهام الشيطان بهذا الرجل، أوهم الشيطان أو وسوس الشيطان لهذا. فأحيانا قد يوهم الشيطان الإنسان حتى إما مثل ما قلت إنه يصرف عن الحق أو يوقع في باطل أو يحزنه، أو أيضا أمر آخر قد يغره، يغر الرجل يعني يدخل في قلبه العجب، فيقول مثلا أنت ما شاء الله فيك صلاح أو فيك خير أو أنك دخلت الجنة أو أنه كذا أو أنك من الصالحين أو من الأتقياء أو ما يضرك شيء بعد هذا يومك هذا وهكذا. فهذا بالنسبة لل يعني لرؤية الله جل وعلا. أما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت أنه مر النبي صلى الله عليه وسلم فقد رآه، فإن الشيطان لا يتمثل به. وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لم يتشبه به، ولكنه قال لم لا يتمثل بي، والتمثل أو المثلية تمام المطابقة، المثلية تمام المطابقة. فإذا رأى شخص النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته الثابتة أو الكائنة في السيرة أو في السنة على الهيئة اللي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم فهو النبي صلى الله عليه وسلم، إما إن تغير فيه شيء من الصفات فهو ليس النبي صلى الله عليه وسلم، إما أنه رمز أو أنه شيطان، فهو لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد يتمثل بصفة تختلف عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم ويحاول أن يوهمك أنه هو النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجنة والنار فنعم، من الناس من رأى الجنة ومنهم من رأى النار، منهم من رأى الجنة ومنهم من رأى النار. وأذكر أحدهم نسأل الله جل وعلا أن يقبله، نادى المنادي أن صباحك إلى الجنة، أن صباحك إلى الجنة، سبحان الله. يقول فرأيت الجنة، اتصل علي في ليلته، طبعا أصبح الرجل من أهل القبور، أصبح الرجل من أهل القبور.